ها أنت على يقين أن رسالته ستصل اليوم؟ أعتقد ذلك. منذ أكثر من شهر ونحن ننتظر هذه الرسالة. أعرف أن الجميع قد ملوا الانتظار وأن الجنود يريدون العودة للمنازل والديار. إذن لماذا لا تتخذ القرار بالعودة؟ لابد من استشارة الحجاج يا أيوب. أنت تعلم أنه لا جدوى من البقاء هنا، وتعلم أيضا أن الحجاج ليس من الحماقة بحيث يأمرك بقتال رثبيل، خاصة بعد أن تصالح معنا ووعد بدفع الجزية. هكذا قال لي سعيد بن جبير بالأمس. لولا خروجي معك في انتظار الرسالة التي لم تأتي بعد لذهبت لحضور مجلسي، فهذا أجدى من الانتظار. بل إنه أفضل ما في هذا المعسكر كله، وكأنه قد خرج معنا لنستفيد بعلمه الواسع. إنه أشبه الناس بالصحابة. هل بلغك أن أهل الكوفة ذهبوا ذات يوم لعبد الله بن عباس يستفتونه، فقال لهم: أليس فيكم سعيد بن جبير؟ نعم، بلغني ذلك عن حبر الأمة كما كان يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا شك يا عبد الرحمن أن تربية سعيد بن جبير على يد عبد الله بن عباس قد أفادته بالكثير والكثير، ويكفي ما رواه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، ها هو فارس البريد. لابد أنه يحمل رسالة الحجاج إلينا. إذن فسوف نعود في الغد إن شاء الله، وربما أرسلنا الحجاج للقتال في بلد آخر. نحن على استعداد للجهاد في أي وقت. السلام عليك سيد القائد. وعليكم السلام ورحمة الله. هل بعث الحجاج الرد على رسالة القائد؟ نعم. يريدنا أن نقاتل رثبيل. لماذا؟ إن الرجل قد استسلم ووافق على دفع الجزية، فلماذا نخوض معركة بلا سبب يذكر؟ اذهب أنت أيها الفارس، اقرأ. إنه يتهمك بالضعف والجبن والذل. نعم، ضعيف لأنني حقنت دماء المسلمين، وجبان لأنني لا أريد أن أفقد جنودي بلا أي جدوى. ما معنى أن نحارب من استسلم؟ معناه أن ننقض عهدنا ونفقد جنودنا بلا أي داع. كلامك معناه أنك لن تنفذ قراره. لست أحمق كي أنفذ هذا الأمر. إن العدو قد استسلم وعادت الأمور لطبيعتها، ما جدوى الحرب إذن؟ لو عدت بالجيش إلى العراق لحاكمك الحجاج وربما أمر بقتلك. نعم، وهذا ظلم بين. من رأيي أن تجمع الفرسان والجنود وتقرأ عليهم رسالة الحجاج، ثم تخيرهم بين العودة أو تنفيذ أمر الحجاج. سأكلم سعيد بن جبير، وأنا واثق أنه سينير لنا الطريق بحكمته. معك حق يا عبد الرحمن، هيا بنا إلى مجلس سعيد. هيا. إن الخوف من الله يحث على العمل، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب إلى الله، وثمرة الخوف أن يحجزك عن معصية الله فيمتلئ قلبك مهابة منه وإجلالا لأمره وحذرا من عقوبته. وما هي الخشية أبا عبد الله؟ الخشية هي أن تخشى الله تعالى بحيث تحول خشيتك بينك وبين معصيتك. وما الذكر؟ الذكر
هو طاعة الله تعالى، فمن أطاعه فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن. وقد جمع الله تعالى الذكر والخشية في قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. معذرة أبا عبد الله، إني أريدك في أمر مهم وأجل. سأعود إليكم إن شاء الله لكي نواصل حديثنا. الخط وصلت رسالة الحجاج. الحمد لله، إنه يريدنا أن نعاود القتال. كتب علينا القتال، ولكن من نقاتل؟ رتبيل. لماذا وقد أعلن استسلامه؟ هذا هو الأمر المحير يا أبا عبد الله. إذن اكتب للحجاج مرة أخرى، فربما يكون الأمر قد التبس عليه. اقرأ أنت الرسالة يا سعيد لتقرر إذا كان الأمر التبس عليه أم لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. جئنا نستطلع أمرك فأرشدنا. يجب ألا يعلم الجند بأمر الرسالة، ودعني أكتب أنا للحجاج مرة أخرى وأذكره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين يوم الحديبية، وبعد قتاله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر صالحهم على الجلاء عنها. إن هذا الرجل لا يستمع للنصح أبدا، وأظن أن رسالتك لن تؤثر فيه. لقد أبعدك عن القضاء لأنك لا ترضى بالظلم. أما إبعاده لي عن القضاء فأحسبها له لا عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. وماذا عن سجون الحجاج؟ إنه لا يستمع للنصح، وهو يرفع لواء الطغيان والجبروت. أتظن أن عاقلا يرضى بهلاك جيشه إلا إذا كانت هناك مؤامرة أو نية مبيتة للخلاص من بعض أفراده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نعلن رفضنا دخول الحرب. نحن لا نفر من الجهاد ولا نعلن العصيان، بل نحن على استعداد لرفع راية الإسلام وحملها إلى بلاد أخرى لم يصالحنا مليكها. وأما قد استسلم رتبيل ووافق على دفع الجزية فلا جدوى من إراقة الدماء. إنك ستنقض عهدك إذا حاربت رتبيل، ولن تجد من يحارب معك. أيها الرجال، إني لا أريدها فتنة، فالله تعالى أمرنا أن نعتصم بحبله ولا نتفرق. وقد سمعت من ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فانتظروا حتى نناقش الأمر مع الحجاج. نحن لا نريد البقاء هنا. الرأي رأي الجماعة. كلنا لا يريد البقاء هنا. لا نريد البقاء هنا. إذن نعود كلنا للحجاج، فإن أقنعنا بقتال رتبيل عدنا وقاتلناه، وإن أقنعناه نحن برأينا طلبنا منه أن يرسلنا للجهاد في أرض أخرى جديدة. يا مولاي، هذا الرجل يشكو أحد جنود الشرطة لأنه أخذ ثمار نخله بالقوة. احبسهما معا. احبسهما كليهما يا مولاي؟ نعم. أما الشرطي فلأنه ظلم، وأما الرجل فلأنه تجرأ على الشرطي وتقدم بمظلمة لي
ولكن يا مولاي انتهى هذا الأمر يا متلمس. مولاي الأمير، إنهما ينتظران بالخارج، هل تسمح لهما؟ لا وقت لدي لمثل هذه الأمور. مولاي، مولاي الأمير. ماذا دهاك يا ضرير؟ كيف تقتحم مجلسي هكذا؟ مولاي، إن عبد الرحمن بن الأشعث عاد وجنوده. ماذا تقول؟ إنهم في طريقهم إلى القصر يا مولاي. إذن فقد رفض تنفيذ أمري وتراجع عن حرب ردين. ما عقوبة الخارج علينا يا متلمس؟ القتل يا مولاي الأمير. اقتلوا عبد الرحمن وجنوده. مولاي، إن معهم سعيد بن جبير. فلتبدأ به حتى يصبح عبرة لمن تسول له نفسه الخروج علينا. مولاي، إن سعيدا أعرف أن الناس تحتاج لعلمي، لكن الناس أيضا تحتاج لقوتي أكثر من علمي. مولاي، لما لا تراجعهم؟ إني أحتمل الشر بحملي وأحذوه بنعلي وأجزيه بمثله. ولما تظن أنه الشر يا مولاي؟ أمن الخير أن يرفض قائد جيوشي تنفيذ أمري؟ لقد وصلوا خارج القصر يا مولاي. ارموا عليهم المنجنيق. مولاي الأمير، أرى أن تخرج إليهم أولا لتستمع إليهم، فإن فيهم التقي الورع والشيخ الضعيف. افتحوا لي الشرفة. هيا يا عبد الرحمن. إلى أين؟ تصعد معي لمقابلة الحجاج. أخشى غدره. بل يخرج علينا هو. نعم. أمرك بالعودة يا ابن الأشعث. إنما جئنا لنسألك. تسألني؟ أنا الذي أسأل لا أنت. عفوا أيها الأمير، فإن لهذه الجموع الحق في السؤال. أنتم بهذا شققتم على سطاعة وخرجتم على الجماعة وأردتم تفريق الكلمة. لا يا أمير، لم نفعل ولا تضطرنا أن نفعل. أتهددني أيها الضعيف؟ بل أنبهك يا أبا يوسف، إني أذكرك بمشقة الأمر الذي تحمله على عاتقك، وإنها والله لنقمة أكثر منها نعمة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لا تراني آخذها بحقها وأؤدي الذي عليها أيها التعيس؟ أخطأت والله يا حجاج، أخطأت يا حجاج. نعم أخطأت. إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. وإني لقاطفها. لا تجعلها فتة يا حجاج. والله لأضربنكم ضرب غرائب الإبل. استمع إلينا يا أبا يوسف أكرمك الله، فإن لا نريدها فتنة. أطلقوا عليهم المنجنيق يا أبا يوسف.
الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا تأخذنا بغضبك. أيها الأوعاد، لماذا تتكاسلون؟ والله لأذبحنكم كما يذبح الطير. الفرار الفرار، هيا هيا هيا. هؤلاء الذين خرجوا علينا سيرون أي منقلب سينقلبون. هيا سعيدة للرحيل. الرحيل؟ لا معاش لنا هنا. أهو الحجاج؟ نعم يا ولدي، اجمع كل الكتب واترك ما خالف ذلك. أما أنا فسوف أصلي لله، ربما تكون هي الصلاة الأخيرة في هذه الدار. هيا هيا. أشرقوا بيوتهم، لا تتركوه، والهارب منهم أعيدوه إليه. لماذا تقفون هكذا؟ هيا تحركوا. أين ذهب هذا الرجل؟ لقد هرب. حر لا أين مولاي؟ لا ندري يا مولاي، لقد كان أسرع من جندنا. كيف هذا؟ كيف يهرب من أيديكم؟ لابد أنها مؤامرة، ورأسي ستكون نهايتها. لا لا، لن يحدث هذا. مولاي الأمير، إن عبد الرحمن بن الأشعث يملك السلاح والجنود، والأولى بنا أن نحاربه ونتعقبه. أما سعيد فهو لا يملك أي شيء على الإطلاق. سعيدا يملك ما هو أقوى من السلاح والجنود، إنه يملك لسان العذب والحجة القوية التي تضمن لعبد الرحمن مؤازرة الناس له. فإن قتلتم سعيدا مات ابن الأشعث وحده. ابعثوا من يقبض عليه في الحال، فتشوا في كل مكان، احضروه الى هنا. فانا اريد ان اقتله بسيفي. مولاي الامير، لماذا لا تعيد النظر في امر ابن جبير؟ يبدو انني ساعيد النظر في امر وجودك هنا. انا لا اقصد يا مولاي، افعل ما شئت فالامر لك. نعم الأمر لي وحدي. لقد رصدت 10,000 دينار لمن يحضر لي ابن جبير إلى هنا أو يدلني على مكانه. فيما تفكر يا أبي؟ في عظيم مخلوقات الله يا ولدي، في الطير، وكيف يبحث عن رزقه في هذه الصحراء الواسعة، في الشمس التي تضيء الطريق للظالم والمظلوم، لكنها ورغم قوتها لا تضيء القلب. فالقلب إما مظلم وإما مضيء. كنت أظنك تفكر في الحجاج. مسكين هذا الرجل، لقد أبصر بعينه ولم يبصر بقلبه، فظن أن الدنيا باقية والحياة دائمة. حياتك في الدنيا قليل بقاؤها، ودنياك يا هذا شديد عناؤها، ولا خير فيها غير زاد من التقى ينال به جنات عدن ونائها. توقف توقف يا ولدي. عبد الله، أخرج الأوراق والريشة. في هذا الوقت إن جنود الحجاج في كل مكان، وهم لا ريب يبحثون عنا. يا ولدي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل على الله هو جماع الإيمان. أخرج الأوراق يا عبد الله، وأنت يا محمد، وأنت أيضا يا عبد الملك، ساعد عبد الله في استخراج الأوراق.
يا أبي إن لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. أمرك يا أبي. اعلم يا أخي المسلم أن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيئة، فهو منبع الرذائل ومصدر الشرور، ومتى فشى وشاع في أمة أهلكها. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولقد أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هيا هيا يا أبنائي نواصل المسير. هيا انتظر. قف أيها الرجل، أيها الرجل انتظر يا رجل، انتظر يا ولدي، لعله من جنود الحجاج. يفعل الله ما يشاء. أمعك ماء؟ أعطيه القربة يا عبد الله. الماء لا يكفي يا أبي. بل يكفي، فنحن لن نظمأ طالما جعلنا ألسنتنا رطبة بذكر الله. هات القربة. تفضل يا أخي. أشكرك، أشكرك أيها الرجل. بل اشكر الله الواحد الرزاق. لقد أعدت إلي الحياة. لا تجعل الشيطان يحرك لسانك بما لا تفهم معناه. لقد كنت تائها في الصحراء وفقدت الزاد والماء. فليكن زادك هو الذكر. إلى أين أيها الرجل؟ لقد بلغني عن الحسن البصري أن ناسا قالوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فجعل الله سبحانه لمحبته دليلا عمليا فأنزل عز وجل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن صدق المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده وهديه وأخلاقه والتأسي به في الأمور كلها. وإني لذاهب إلى الأرض التي ولد بها صلى الله عليه وسلم. مكة؟ نعم. لم تخبرنا عمن كنت تبحث في الصحراء. كنت أبحث عن 10,000 دينار. وهل وجدتها؟ وجدت أضعافها الآن. والله إني لا أعلم أنك مطلبي وأنك سعيد بن جبير، ولكن هل أرد إليك شربة الماء وكلامك الطيب بسيف قاتل؟
أنا أمامك أيها الرجل، ويشهد الله أنه ليس معي سلاح، فإن كنت تريد مكافأة الحجاج فهيا نعود إليه معا. لا، لن يحدث هذا، فيكفي ما فعلته معي. اذهب إلى حال سبيلك وابتعد عن الكوفة وحاكمها، فجدير أن يبقى بين الناس من لا يقبل إهانة المتسلطين. سل الحجاج أيها الرجل، قل له أيمكن لأكثر الأهداف عدلا أن تدفن في التراب عارا وخوفا أمام القهر؟ إني من المستضعفين في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من الظلم أن تظلم نفسك فتبقى مظلوما، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. عندما تصل إلى مكة اكتب إلى أمير المؤمنين في دمشق واطلب منه أن يعزل هذا الرجل الذي يسيء إلى بني أمية. راجع نفسك يا أخي، فربما تكون في حاجة إلى المال وأكون أنا السبب في ذلك. أعلم يا ابن جوير أني في حاجة إلى المال، لكن الناس في حاجة إلى علمك، فذهب إليهم بنور علمك واجعله يضيء قلوبهم. سبحانك اللهم وبحمدك. مولاي الأمير، لقد قتل عبد الرحمن بن الأشعث. سعيد بن جبير، هل اختفى عن الوجود؟ طار بجناحين؟ أين ذهب؟ لا أحد يدري يا مولاي. كيف؟ يقولون إنه في شعاب مكة، وبعض الناس رأوه في المدينة. إذن اكتب لهشام بن إسماعيل وللمدينة كي يقبض عليه ويرسله إليه. أمرك يا مولاي. إن الإسلام يحث على العمل وكسب الرزق وترك الكسل، فهو دين اجتهاد وعمل وسعي، لا دين كسل وعجز وتوان. يقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم. ولا ينبغي في الوقت نفسه أن نغتر بالدنيا وحطامها الفاني وننشغل بها عن الآخرة ونصبح كما قال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فتأملوا كيف تغيرت أحوال الناس في زمن قليل، وكيف آثروا الحياة الدنيا على ما عند الله. وإنما حدث ذلك لأنهم ابتعدوا عن منهج الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولم يتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا، وأن الله تبارك وتعالى جعله للمؤمنين أسوة حسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد وصفه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن،
فقد كان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدقهم قولا، وقد عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن تجعل له بطحاء مكة ذهبا، فقال: لا يا ربي، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. الحمد لله، الكوفة أصبحت خاوية، تركها أهلها وفروا من ظلم الحجاج. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم يتوافدون على المدينة، خاصة بعد أن تولى أمرها عمر بن عبد العزيز، أكرمه الله وأعانه. كم يشبه جده الفاروق. أهاجرت أنت أيضا إلى المدينة؟ نعم. ولماذا جئت اليوم إلى مكة المكرمة؟ جئت أبحث عنك وأحضر مجلس علمك وأصحبك إلى عمر. عمر؟ لا تخف، إن عمر لن يسلمك للحجاج، فشتان بين الرجلين. الخوف ليس من طابعي يا أبا أيوب، إنما أخاف مقام ربي. إن عمر سمع بوجودك في مكة فردد قائلا: ليس في عصرنا مثل سعيد بن جبير، ولقد أرسلت إليه من يحضره إلى مجلسنا هذا، وإني آمل أن يكون هنا بين لحظة وأخرى. لقد جمعتكم اليوم لننظر في أمر الخارجين علينا، الرافضين طاعتنا، والذين يحميهم الآن عمر بن عبد العزيز. لقد رفض هؤلاء الطاعة لظلمه البين، فهو أبعد ما يكون عن شرع الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أركان الدولة لا تستقيم إلا بالقوة. وعمر بن الخطاب كان يحمل في يده درة يؤدب بها الناس. عمر بن الخطاب وهو خليفة كان يلبس جبة من صوف مرقعة. أبو بكر قاتل الخارجين، إنما حارب المرتدين ومن منع الزكاة. هم ارتدوا بعدما بايعوني أميرا عليهم. أبو بكر قال للناس: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. إنما جزاؤهم القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. إني أحكم من تجربة، وأعلم ما يكنه هؤلاء في قلوبهم. الرعية صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويأتي على أيديهم العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. مرحبا بخير الناس.
كم كنت أتوق لرؤيتك. وأنا أيضا كنت أتوق لرؤيتك. تفضل. أما فيكم من رجل تستطيع القبض على ابن جبير؟ كنت تنوي يا مولاي الأمير أن تكتب إلى والي المدينة. لقد أفسد الوليد خطتي. أيها الأمير، إن سعيدا قد ابتعد عنك. لا، لم يبتعد. ألا ترون أن الناس تترك الكوفة تباعا؟ إنهم يذهبون لعمر بن عبد العزيز. معك حق، عمر هو الذي يحميهم. أتعرفون لماذا؟ لأنه يكرهني. كنت أقرب إلى عمه عبد الملك منه هو، وكان يطمع في إمارة الكوفة ولم يزل. عمر بن عبد العزيز يطمع في إمارة الكوفة؟ ألا تصدق؟ بل أصدق يا مولاي. سأكتب للوليد رسالة وستذهب بها أنت إلي. سأفعل يا مولاي الأمير. أريد النصح يا أبا عبد الله. إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال. أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك هوى فيه من رعيتك، فإنك إن لم تفعل ذلك تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته. لقد فكرت في الفقير الجائع والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمريض واليتيم، وعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومتهم لي. لكن هذا الرجل جعل الخصومة لله، فخارت قواش. إنه لأمر صعب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اقرأ علينا ما كتبه الحجاج. من الحجاج بن يوسف إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أعزه الله. إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولجأوا إلى المدينة ومكة، وإن ذلك وهم. ولماذا لا يردهم عمر الحجاج؟ لا، لن أردهم إليه أبدا. عد إلى الوليد وأخبره بأن هؤلاء الناس قد فروا من ظلم الحجاج ولجأوا إلى بيت الله الحرام أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بي أن أردهم إلى من أخرجهم من ديارهم وصادر أموالهم وتوعدهم بالقتل؟ لا، لن يحدث ذلك أبدا. إذن فقد طار عمر. طار بجناحين مكسورين وترك المدينة ولن يعود إليها إلا زائرا. هل عزله الوليد يا مولاي؟ ألا تفهم معنى رسالة الوليد إلي؟ إنه يطلب مني أن أشير عليه باثنين، أحدهما للمدينة والآخر لمكة. أخيرا سينتهي أمرك يا ابن جبير.
أما زلت تذكره بعد كل هذه السنوات يا مولاي الأمير؟ وكيف أنسى؟ كيف أنسى من حرض الناس ضدي ودعاهم للخروج علي؟ ولكن سعيدا هو شقي وليس سعيدا، وقسي وليس جبيرا. لما لا تعفو عنه يا مولاي فيحبك الناس؟ أنا لا أبغي حب الناس، بل أبغي اتباعهم لي رغم أنوفهم، فهذا أجدر بالحاكم. الغوغاء يا متلمس يتطلعون دوما للمكانة العليا، وإذا تساهلت معهم ألقوا بسهامهم في وجهك، لذا لا بد أن تبدأ أنت بطعنهم. وإذا حصدت الرقاب فلتحصدها بالمناجل التي تحصد السنابل، فهذا يخيفهم ويجعلهم يسيرون خلفك كقطيع من إبل. إذا نكتب للوليد بأنني أرشح له خالد بن عبد الله القصري على مكة، وعثمان بن حيان على المدينة. أصبت الاختيار يا حجاج. مرحبا بأمير المدينة. معذرة لكوني قطعت عليك درسك، لكن الأمر لا يحتمل التأجيل. خيرا، لقد رشح الحجاج للوليد خالد بن عبد الله القصري واليا على مكة، وعثمان بن حيان واليا على المدينة. أيحزنك هذا الأمر؟ بل يحزنني أن خالد بن عبد الله هو أحد أتباع الحجاج، وأنه سيعيد أهل الكوفة لصاحبها، وإني والله لا آمنه عليك، فاستجب لطلبي واخرج من هذا البلد. لقد فررت حتى صرت أستحي من الله، ولقد عزمت على أن أبقى في مكاني هذا، وليفعل الله بي ما يشاء. أخيرا وقع الشقي. هل تم القبض على سعيد بن جبير؟ نعم، قبض عليه خالد بن عبد الله القصري وأوثقه بالحديد، وما عليك إلا أن تذهب لإحضاره. أنا يا مولاي؟ سأذهب معك ضرير. احذره، إن التعيس الذي يدعي أنه سعيد يمكنه الهرب بحيلة أو بأخرى، فإذا عدتما بدونه سوف أقتلكما بسيفي. انتظر هنا، سنخلد للراحة بعض الوقت. اذهب ونم أنت أولا، وبعد أن تستيقظ سأنام أنا. ألا يوجد أحد هنا؟ بلى. إذا لا بأس، ولكن إياك أن تغفل عيناك عن هذا الرجل، فسيف الحجاج لا يرحم. الرجل لا يستطيع الفرار وهو بهذا الشكل. لماذا لا تتكلم يا رجل؟ إنه يصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يصلي وهو على هذا الحال؟ أكنت تنوي فك قيوده للصلاة؟ ما أظن أنه يغدر بنا أثناء صلاته. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. كيف صليت يا رجل وأنت في قيودك؟ وهل أنسى ربي في الشدة وأذكره في اليسر؟ ألم تمنعك القيود عن الصلاة؟ إنها قد تدمي يديك. سبحان الله، لقد كانت يداي بلا قيد أثناء الصلاة. كيف؟ فرغت قلبي عن الشواغل التي تتعلق بالدنيا وزينتها، وتفهمت ما أتلوه، فصرف ذلك كله ذهني إلى إدراك المعنى، وأبعد الخواطر الشاغلة، فنسيت الدنيا وما فيها. يا لك من رجل ورع. إنك ستضيع الوقت في الحديث، اذهب ونم أنت أولا، أو دعني أنا أنام. إني أريد أن أبقى مع هذا الرجل، فاذهب أنت ونم. سأفعل. يا أبا عبد الله، إني مأمور بما أفعل ولا شأن لي به، فالحجاج سيقتلنا لو عارضنا أو عدنا ولست معنا. امضيا لأمركما، فإني لائذ بخالقي. ألا تخاف الموت؟ إن الناس لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوه المعرفة التي تليق بعظمته وجلاله، ولو عرفوه وقدروه ما صدق العقل أن يكونوا بهذه الحال. فالعارف بالله يا أخي يخشاه، فتعقله هذه الخشية عما لا ينبغي من الأفعال. كيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مالي ولسعيد بن جبير؟ مالي ولسعيد بن جبير؟ ماذا حدث يا رجل؟ يا سعيد، إني أبرأ إلى الله من دمك. لقد رأيت في منامي ما لا يوصف. اذهب يا سعيد حيث شئت، فإني أبرأ إلى الله من دمك. لا ذنب لك، فقد بلغت أجلي، ولا أريد أن أتحمل وزر قتلك بسببي. ماذا تقول؟ إن الحجاج سيقتلك إذا عدت بدوني، فكيف تبرأ إلى الله من دمي وتحملني ما لا طاقة لي به؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. لا راد لقضاء الله يا أخي، اذهب أنت ونم، ودعني آخذ أهبة الموت. وأنت أيضا إن كنت تريد أن تنام فاذهب مع صاحبك، فإني لن أهرب منكما، لأنني لا أريد أن أتحمل أمر ما سيحدث لكما عندما يسألني ربي: ألم تعلم أن الحجاج سيؤذي عبدي فلانا وعبدي فلانا إذا أنت هربت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تفكر فينا ونحن لا نفكر إلا في أنفسنا. ليرحمنا الله جميعا، اذهب للنوم، ودعاني أستعد لمنكر ونكير، فإذا استيقظتما من النوم سنكمل الطريق معا. والله والله لن تبقى أبدا هكذا. حديد الدنيا أهون بكثير من حديد الآخرة، فدعني للصلاة. نصلي معك. الله أكبر. الله أكبر. أنت سعيد بن جبير؟ نعم. بل أنت شقي ابن كسي. أمي كانت أعلم باسمي منك. شقيت وشقيت أمك. الشقاء لأهل النار. والله لأبدلنك من دنياك نارا طلظة. لو علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إلها غيرك. لأقطعنك قطعا قطعا.
ولأمزقن أعضاءك عضوا عضوا. إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. أكافر أنت أم مؤمن؟ ما كفرت بالله منذ آمنت به. الويل لك، الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. اختر يا سعيد، أقصد يا شقي، أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ اختر أنت يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا ويقتلك الله مثلها يوم القيامة. أتريد أن أعفو عنك؟ إن كان العفو فمن الله، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. أضجعوه للذبح. أيضحكك القتل؟ بل ضحكت لأنني عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. قلت أضجعوه للذبح. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. اقلبوا ظهره إلى القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اذبحوا. قلت اذبحوا. اذبحوا. كيف أقتل من أنقذ حياتي من الموت؟ كيف؟ أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا من قبلك. من لهذا الشقي؟ من؟ اقتله أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خذها مني يا حجاج حتى تلقاني يوم القيامة. اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. اضربوه. قتلتني. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. ردوا عني سعيد ابن جبير. ردوا عني سعيد ابن جبير. مولاي الامير، ماذا حدث؟ ماله لسعيد ابن جبير؟ لقد قتل يا مولاي. كيف هذا؟ من قتله؟ ابعدوه عني، ابعدوه عني. الدم، الدم، الدم. مولاي، إني أغرق في دم سعيد بن جبير. مولاي، لقد قتلته وقتلت نفسك معه. الدم، الدم، الدم. ظهر الدم في كل مكان.
المغفرة لا يغسل هذا الدم أبدا. مالي مالي بالصعيد ابن جبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.